بعدين نجي نحط السهم، يلا بسم الله، يلا يا عيال هاي. كعشو منين جاب الميدر لعياني ولاش؟ انكيس طيب اترى هذا الإجابة اللي كنت أبغاها. حي الله اللي يرد الروح، غبت لو كنت متهني، اسكت وراعي الهوى مفضوح، ومحبة الله يعني. نكمل فقرة السناب، يلا بسم الله. فقرة السناب، بسم الله. طيب هذا تعليق يقول مشاركة من الطيارة. ارحب يا طارق، الله يوصلك بالسلامة، يا نالويتك توصل بالسلامة إن شاء الله. من حكم عليك علشان تبيع الدباب؟ يعني شف انقلع، ما هو شغلك، كل 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 هواء. وش عليك مني؟ وش دخلك؟ وش دخلك؟ وش حك رزقك انت؟ استغفر الله العظيم. سعيد احب اتابعك من زمان، معك انس. يا نافدا عينك يا انس، يا نالويتك، عسى الله يوفقك ويسر أمرك، الله يسمع منك. يا سعيد كيف أمك؟ بخير، أنت كيف أمك؟ أربها بخير. العليقي يا سعيد، ما أبوه ميلة والله، ماشي العليقي، ما ابي يقري معنا والله. ادع لي اتوظف، ان الله يوظفك ويوظف يا رب، ان الله يرزقنا بضاعه حلال. قسم بالله اني احبك اخو ثامر، حب اخوي اشواء، واشكر اليوم اللي عرفتك فيه. لبى والله ابوك، الله لبى شحمة اذنك. وش رايك في الكلاب؟ ممتازه، لها اغراضها. الكلاب يعني شوف، الكلاب الحقيقية اللي الكلب الحقيقي، أما يحرس الغنم ولا يحرس البيت ولا يحرس حاجة ثمينة، ولكن الكلاب الإلكترونيين هذولا سبب كبير إنهم يزيدون المشاهدات ويرفعون المشاهدات ويرفعون. يعني دحين أنت لو تجي تلاحظ
اللي يحبك، اللي يحب سعيد حنش يعني قليل مره، قليل اللي يحبني ويشوف سناباتي كلها، خاص بيشوف اربع خمس سنابات بيطفش ويطلع. لكن الحاسد والكاره والحاقد بيشوف سناباتك لين اخر سنابه، لين اخر، لانه يكرهك، لانه ما يبغى لك شوفه، يشوف سناباتك لين اخرها. سمعتوا ولا لا؟ انا فانز لك من رمضان اللي راح، واحب بثوثك حي الحيل. ما عندي سؤال، بس عندي لك قهوة دعوة. الله يسعدك في حياتك. الله ان الله يسمع منك يا رب. ان الله ابو غرام سعيد، تراك اخذت عقلي، اصحى واقوم معك. ابو غرام انت اللي قبل شوية عند التاج تقول دخيلك حكمي، ليش انت ابو وجهين؟ ليش انت ابو وجهين؟ ليش انت منافق؟